بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من برنامجكم اليومي يستفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر، الباحث في الفقه المقارن، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياك الله شيخ عبد الرزاق، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة، وكلنا شرف وسعادة بتلقيها. يبدو أن ثمة اتصال. السلام عليكم، حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل. الله وبركاته، الله يكرمك. حياك الله، تفضل. نحن بنحبكم. الله، ونحن كذلك نبادلكم الحب بالحب، تفضل. الله يحفظك. انا عندي طلبين حاجتين في الاخر سؤال. الاول داير تلفون اخونا فهد الكندري، والله لا نعرفه. السؤال الثاني السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني عندي آية في سورة الزمر، نعم، عاوز تفسيرها. ما هي؟ هي الآية السابعة في سورة الزمر. ما هي؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. طيب، تريد التفسير هذه؟ الحتة دي عاملة لي مشكلة. طيب، أبشر أبشر إن شاء الله تسمع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم يا أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. حالك يا أخ الله؟ الله يحييك، يا هلا والله ومرحبا. سؤال إن شاء الله. تفضل. تكرار العمرة مثلا بعد شهرين ثلاثة دائما، وهل طيب يستحسن وإلا أنك تروح يعني بغيت شهرين تطوف وتصلي بدون عمرة، أي الأفضل الأحسن؟ أي نعم، هل أفضل متابعة العمرة أو أن يذهب نعم كل عقب شهر شهرين تروح عمرة، او تروح يعني ترى عليك ما تروح مكة تروح تصلي فيها بس وتطوف طواف على ما قال قدوم وبس، تاخذ سبع كما يقولون طواف. ايه طيب، طواف يسمونه تطوع يعني تطوع يعني نعم. ايه تطوع او ايه العمرة، يعني كل ما طلع عليك عمرة شهر شهرين تروح وتجي ولا. ابشر ابشر، شكرا جزيلا يعني. الله يجزاك خير. حتى بعيد دائما وتعرف تكليف، لكن الواحد يدور الاجر. ابشر ابشر، الله يجزاك خير ويكتب اجرك يا ابو محمد. أم علي من السعودية، السلام عليكم يا أم علي، تفضلي. عليكم السلام، تفضلي. معي سؤال الشيخ. إيه ما هو؟ دي أم زوي خالتي يعني في الجماعة ما تقدر تكمل الفاتحة. ما تقدر تستطيع تقرأ الفاتحة؟ أيوة، معلي ما خذها لحالها تكملها. ما تستطيع لوحدها؟ ما لا يعني مع الإمام ما تستطيع يعني يوطي الإمام وهي عادة ما خلص. يعني عندها بطء في قراءة الفاتحة. ايوه بطء. اي طيب طيب، تسمع ان شاء الله. تصلي اي صلاة هذه؟ اي صلاة يا اختي؟ اي صلاة اللي تصلي مع الامام؟ الصلاة المفروض يعني مع الامام، الامام يوطي وسبحان رب العظيم هي عادة ما خلص. طيب، هي تصلي في المسجد مع في مصلى النساء مع الامام؟ لا في البيت، يعني جماعة في البيت. طيب، وش علاقتها بالامام هي؟ يعني الإمام يوطي يعني في جماعة يعني، وهي عدم خلصت الفاتحة وبتقع ما يصح صلاة. يا أختي الله يحفظك، هي يا أم علي هي تصلي الآن في المنزل لوحدها صحيح؟ لا يعني جماعة مع حريم يعني. إيه جماعة نساء. نعم جماعة. أيوة. طيب جماعة. تسمعني إجابة الشيخ إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. أم ناصر من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أم ناصر، تفضلي. شوف الله وفقك، شوف الأوقات المنهي عنها في الصلاة. طيب، اللي هي الفجر والظهر والمغرب. ما كنت بس كم الوقت يعني مثلا ربع ساعة نص ساعة
طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. شكرا، الله يعطيك العافيه. شكرا من جميع المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا احسن الله اليكم، عبد الرحمن من السودان يسال عن قول لله عز وجل يقول انه احدث لديه اشكال، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم، الى اخر هذه الايه. احسن الله اليكم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، الله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خاص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أما ما ذكره الأخ السائل من سؤاله عن تفسير قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، هذا جاء عن ابن عباس وعن غيره وجاء عن المفسرين في كتب التفسير بأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. جاء في حديث أبي ذر عند مسلم الحديث القدسي، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب من رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله غني عن خلقه، العبادة لا تزيد في ملكه ولا تقوي الله عز وجل لضعف ولا تزيده لنقص، إنما العبادة تنفع عباده، والله عز وجل يرضى لعباده أن يعبدوه، بل أمرهم أن يعبدوه ولا يكفروا به ولا يشركوا به شيئا. فالله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وجاء إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله. ولا يرضه لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا، فالله لا يرضى الكفر. الله عز وجل خلق الخلق، خلق الكون وما فيه من الخير والشر، خلق الخير وأمر الناس باتباعه، وخلق الشر ونهى الناس عنه وحرم عليهم، وإنما خلق الشر ابتلاء وامتحانا، ولتظهر حكمة الله وصفات الله عز وجل. الغفور الرحيم يتوب على من يعصيه، الجبار المنتقم ينتقم ممن يعصيه سبحانه وتعالى، وهكذا باقي الصفات. وبسط ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية لمن أراد مزيدا في مسألة خلق الله للشر، بأن الله لا يخلق شرا محضا، إنما يخلق شر يفضي إلى خير. الله. كالطبيب يعطينا الدواء المر ولكنه يفضي إلى العافية بعد الله عز وجل. وجاء في الحديث والشر ليس إليك، وجاء في القرآن وأنا لا تأدبا مع الله لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وإلا الله يخلق شرا ليس محضا بل شر فيه خير. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فالله أمر بالعبادة وأحب العبادة، والله خلق الشر ولم يأمر به ونهى عنه، وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب لأجل لا يكون لأحد حجة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فإذا أقام الله علينا الحجج وأتم علينا النعم وأكمل لنا الدين وأتم الدين ورضيه لنا. فالله لا يرضى لنا الكفر، ولكن قال وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا شكرنا الله وحدناه وحمدناه على نعمة التوحيد ونعمة الإيجاد من العدم ونعمة الطاعة، فالله يرضى ذلك لنا. فلا إشكال في هذه الآية، لنعلم أيها الأخ السائل ومن يشاهدنا من المشاهدين والمشاهدات بأن الله له إرادة كونية وله إرادة شرعية، فالكونية
قد يحبها إذا كانت من خلق الطاعات، فهذه يحبها الله ويأمر بها، والتوحيد والإيمان، فهذه يحبها الله عز وجل ويأمر بها. والشر والذنوب والمعاصي لا يحبها، وهذه من إرادة الله الكونية، من مقتضيات خلق الكون وما فيه. أما إرادته الشرعية فهو يحبها، أن نعبده ولا نشرك به شيء، وأن نوحده وأن نؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا أمر الله به وأحبه الله وأوجبه على عباده. فإذا اختلف الأمرين، فالله لا يرضى لنا الكفر، والله يرضى لنا التوحيد والشكر والإيمان، فهذه إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا تعارض بين الإرادتين، والله أعلم وحكم. أحسن الله إليك. ومن أراد مزيد يرجع لتفسير ابن سعدي مختصرا، أو تفسير الميسر من وزارة الشؤون الإسلامية مجمع الملك مصحف الملك فهد، أو يرجع إلى تفسير الطبري وهو تفسير موسع مفصل. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم، فقد أجدت وفدت، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نستأذنكم باستكمال باقة الاتصالات. معنا أم سعد من السعودية، حياك الله يا أم سعد، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي. أنا فاق اليوم من الشك، رادة من المستشفى، قدوا مني التحديد، وأنا الشاطة من السد في عمي، حلق لي ذاك اليوم، خذ مني البراويس أربعة، ما أدري من فيها عينة ولا واجد، هي من خذيها من السفر لها يرضع، ما أدري فيها كمية بسيطة ولا عينة بسيطة، وأنا مشتكة باليوم ذاك، وأنا مني تعبانة، ودي أكفي ولا أبغى الشيخ يخفف. الله يجزاك خير. أنت كنت صائمة يا أختي؟ الست، الست آخر يوم. إيه الست، طيب أبشري، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. يفصل لي، كان لي طبيب أظني بخليها أنا من تعبانة. إيه واضح، واضح أختي، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية ومساعدة، الله يجزاك خير. أم أنس من السعودية، السلام عليكم. تفضلي يا أم أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي، تفضلي. لو سمحت عندي سؤال. ما هو؟ إذا كان الإنسان يدعو الله ولا يستجيب له. لا يستجاب له، نعم. مع أنه يعني محافظ على متدين. ومتسلطين عليه أهله، يعني درجة ما تتصور. الله المستعان. ما هو السبب؟ طيب، السبب عدم إجابة الدعاء على الرغم من أنه متدين ووقع عليه ظلم كما تقولين. هل هو عقوبة أو أمر آخر؟ طيب، أو ابتلاء. أبشري، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. مساء. أم محمد من السعودية، حياك الله يا أم محمد، تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عندي سؤالي. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول، هل لازم أضحي 7 سنين؟ 7 سنين؟ عمر واحد يعني الواحد يضحي للميت 7 سنين. اي لابد، هل لابد ان يعني يمر على وفاة المتوفى 7 سنوات حتى يضحى عنه؟ لا لا، يعني كل سنة من وفاته كل سنة يعني يصل 7 سنين ويضحي عنه. شلون؟ يعني من السنة يتوفى بها اليوم يجي 7 سنين وكل سنة يضحي. 7 سنوات. اي من السنة يتوفى بها يضحي عنه يوم يجي 7 سنين. حتى يمر عليه 7 سنوات ثم يتوقف. اي توقف من السنة يتوفى بتحسب يمن 7 سنين. طيب طيب، سؤال ثاني. لا، وهل يقول الجمل عن 7 اشياء؟ نعم. هل يقول الجمل يكفي عن 7 سنين يضحى مرة واحدة؟ هو اشترط بالوصية انه يضحى عن 7 سنوات. لا لا، بدون شرط، بس يقول بس كذا، ما اشترط. طيب، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. عبد الرحيم من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحيم، تفضل. لدي سؤال. نعم. تفضل يا عبد الرحيم، انت على الهواء، تفضل. نعم. نعم، كنت بإحدى السكنات العسكرية فتعرضت للاعتداء من طرف بعض الأشخاص، فهل يجوز للرجوع إليها بعد مرور مدة طويلة كـ4 سنوات للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تطلب للوظيفة؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز التوجه إليها في القاضي يعني بعد المحاكمة؟ نرجو الإجابة مع ذكر الدليل والتعليل. نعم، أنت تقول تعرضت لاعتداء من أشخاص في مكان. نعم. أنت تعرضت لاعتداء تقول من أشخاص؟ نعم، تعرضت للاعتداء من طرف بعض الأشخاص في السكنة. طيب، ولم تسدد الأجار، ذهبت ولم تسدد؟ نعم، يعني عندما اعتدى عليه جرحت نفسي فنقلوني إلى المحكمة العسكرية وبعدها سلم لي أمر بالتوجه
بعيدا عن السكن فلم ارجع، ما ان الانتحار قرار، يعني هل يجوز الرجوع الى تلك السكن بعد مرور مده طويله كاربع ساعات؟ طيب اخي عبد الرحيم، يبدو ان هذا نزاع قضائي، فلعلك تتواصل مع الجهات القضائيه في بلدكم وان شاء الله تجد الانصاف منهم. فتيحه من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فتيحة، تفضلي. وإياكم. من فضلك عندي سؤالين. الأول يخص بالمسح، المسح على الجوارب النسائية الشفافة والمسح على الخمار إذا لبس على وضوء. وسؤال ثاني، ما حكم رمي جمرات في أيام التشريق قبل الزوال؟ قبل. بس أختي، بالنسبة للمسح على الخمار تقصدين مسح الرأس أم الوجه؟ الرأس في ظل وجود الخمار. نعم. طيب نعم. إذا كان الوضوء في أماكن مكشوفة أو كانت مشقة لنزع الخمار. نعم. واضح. شكرا. شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حياك الله أم عبد الله، تفضلي. الله يسلمك. نعم. أنا كنت بقيم الليل لكن والله غيب. ومرات بصلي وبعد صلاة الفجر طوالي. تقضين. ومرات ما بقدر أصلي نهاية. طيب. ومعها وكنت بصلي 12 ركعة الحمد لله، لكن هسه أنا جسم ولا خليني يعني زورك ممكن نقص الصلاة. أنت ما تصلي، ليش ما تصلي الوتر معه؟ هاي بالوتر. إذا 11 بالوتر. 11 بالوتر، ممتاز. أي شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. بعدين بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح الأذان بيأذن الساعة 3. واضح. بعد صلاة الصبح. طيب واضح، تقضينا بعد صلاة الصبح، طيب شكرا جزيلا لك. حياكم الله شيخنا الكريم الجديد. شيخنا أبو محمد من السعودية، أحسن الله إليكم، يقول أيهما أفضل، تكرار العمرة بين شهر وشهرين والذهاب إلى البقاع الطاهرة في مكة المكرمة أم الاكتفاء بالصلاة في الحرم المكي الشريف وطواف السبع كما يقولون يعني مصطلح اجتماعيا تطوعا دون إنشاء عمرة، فما هو التوجيه له أحسن الله إليكم؟ أما تكرار العمرة في سفرة واحدة فأهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى عدم تكرار العمرة ومنهم من يرى تكرار العمرة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وبقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم كما جاء في الأحاديث، وأنا اختصرت الحديث. وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. و في هذا الزمن ونحن في موسم الآن قريبين من الحج، فأهل العلم يقولون على الإنسان أن يبتعد عن كثرة الزحام ولا يكثر الاعتمار، وإذا اعتمر مرة تكفيه. هذا الأمر الأول لمن كان يكرر في سفرة واحدة، أما الذي يسافر كل شهر إذا كان يفتح له تطبيق وزارة الحج ويعطيه إذنا فلا بأس بذلك، وهذا لا شك أنه أجر عظيم في تكرار العمرة وكثرة التكرار، ويكون بطريق النظام لا إشكال فيه. الأمر الثالث، إذا أراد أن يكرر الطواف أيضا نقول لا بد أن يكون بطريق النظام اجتنابا للزحام، لا يؤذي الناس. فبعض الناس للأسف ينتهي من العمرة ثم كلما أراد أن يأخذ سبيعا يأتي بملابس الإحرام وهو غير محرم، وهذا كذب لا يجوز، تحايل ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره، ونقل النووي وغيره الإجماع في وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف، وهذا من أعظم المعروف. الله. أن نتعاون بتخفيف الزحام على المسلمين ونحتسب الأجر، فكيف نأتي نؤدي الطواف ونحن
نتحايل ونكذب لا. هذا لا يجوز، هذا كله محرم. فهذه ثلاث مسائل يجب على الإنسان أن ينتبه لها والله أعلم. يعني نخلص من إجابتكم أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم أن الأفضل له أن يكرر العمرة بين شهر وشهرين إذا كان متاحا وعبر نعم. التطبيق نعم. أفضل له من أن يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي نعم. فقط نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. لكن في هذا الزمن لا شك أنه يصلي، لكن أنا نبهت على مسألة الذين يلبسون الإحرام ليس للعمرة إنما للبس. أما إذا كان سيمكث ويطيل في مكة فأقول يكتفي بالصلاة في الحرم. أيضا لو صلى خارج الحرم، وهذه مسألة نضيفها، صلى في المساجد الأخرى داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. فالشيخ بن باز والشيخ صالح بن فوزان رحم الله بن باز وحفظ الله بن فوزان اللهم ورحم الله من مات من علمائنا وحفظ الله الأحياء، اختاروا أن كل الحرم فيه التضعيف، كل ما داخل الحدود الحرم فيه التضعيف. ما شاء الله. وابن باز كان يصلي في العزيزية. ما شاء الله. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أم علي من السعودية تقول هناك امرأة تصلي مع جماعة نساء داخل المنزل، لكنها لا تستطيع اللحاق بهذه المرأة حينما تكون إمامة لهم، بسبب أنها لديها بطء في قراءة الفاتحة، فلربما تركع هذه الإمامة دون أن تتمكن هذه المأمومة من قراءة الفاتحة، فما هو التوجيه لها أحسن الله عليكم؟ أولا قراءة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة في الصلاة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى بأنها ركن في حق الإمام والمنفرد، ومن أهل العلم من يرى بأنها ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم. فالقول الأول بأن المأموم تلاوة الإمام تكفيه، ولكن القول الثاني والله أعلم هو الراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا القول اختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنقول لهذه الأخت أو الأم عليها أن تستعجل في قراءتها وتقرأ مباشرة منذ تنتهي هذه الإمامة من سورة الفاتحة، تباشر القراءة ولا تثقل في القراءة، وبإذن الله تنهيها قبل الركوع إن شاء الله. شيخنا مناصر من السعودية تسأل عن أوقات النهي عن الصلاة في الظهر والعصر والمغرب، تقول كم المدة صلى الله عليكم مدة النهي؟ أوقات النهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح قرابة ربع ساعة، ثم إذا جاء وقت الزوال لما جاء حين تتضيف للزوال، وهذا قالوا قبل الزوال قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو خمس دقائق أشد تغليظة تغليظا في هذا الوقت ومنع من الصلاة. وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقبل الغروب يشتد النهي حتى لذات السبب لا تصلى، وعند أيضا الشروق السبب لا تصلى، وعند قرب الزوال لا تصلى ذوات الأسباب. هذه الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وبرد الله عليكم وعلى والديكم في جنات النعيم. شيخنا أحسن الله عليكم أم سعد تقول تم سحب 4 براويز من الدم للتحليل في آخر يوم من صيام 6 من شوال، فما حكم صيامها أحسن الله عليكم؟ صيامها صحيح ولا شيء عليها، سحب الدم لا يفطر وهو براويز وهو قليل ولا ضرر عليها فيه، والله أعلم بأن صومها صحيح ولا شيء عليه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم أنس تقول هناك شخص ملتزم بالواجبات الدينية والفرائض ولله الحمد والمنة، لكنه تسلط عليه البعض ظلما، فتقول أنه يدعو الله عز وجل ولا يجد الإجابة، فهل هذا عقوبة أم ابتلاء من الله عز وجل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ويستجاب لأحدكم إذا لم يدعو بإثم أو قطيعة. وإذا دعا الإنسان فالله عز وجل كما جاء في الحديث قد يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه الإنسان، أو يدخره له في الآخرة أو يجيبه. فعلى الإنسان أن يعلم علم اليقين أنه إذا دعا الله فهو يؤدي عباده،
ويستمر في عبادته ولم ييأس ولا ييأس. ثم إذا كان مظلوم فيدعو بقدر المظلمة، لأن الله يقول لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فلا يجوز للإنسان أن يزيد على مظلمته في دعائه فلا يستجاب له، أما بقدر ظلمه فلا شك أنه الله عز وجل يستجيب، لكن الاستجابة لها ثلاثة أحوال كما ذكرتها آنفا. ثم الأفضل والأكمل أن الإنسان يعفو عن من ظلمه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الطبري في تفسيره: يجرع جرعة الغضب تجرعا لأجل أن يعفو. وهذه من أعظم الأمور التي أنصح من يشاهدنا أن يلتزمها من الرجال والنساء، وهي والله تجعل القلب دائما سليما مرتاحا، تجعل القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب مخموم. قالوا: ما المخموم يا رسول الله؟ قال: لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. فيرتاح قلب الإنسان، اعفو عن من ظلمك، وصل من قطعك، وأعطي من حرمك، عامل الناس بما رزقك الله من خلق ولا تعاملهم بسوء أخلاقهم، وأبشر واكظم الغيظ وأبشر والله بالخير من الله عز وجل. جميل، الله يحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا احدى الخوات الكريمات فتيحة تقول: بالنسبة للجوارب الشفافة للنساء، هل يجوز المسح عليها؟ أهل العلم وضعوا شروطا، جمع من أهل العلم أو أكثر أهل العلم وضعوا شروطا للجورب الذي يمسح عليه، فقالوا أن يكون صفيقا، يعني سميك لا يبون منه المستور الممسوح عليه اللي هو القدم. وبعض أهل العلم أجازوا حتى الشفاف، وهذه رواية عند الشافعية واختارها ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكرها رحمه الله تعالى في فتاويه، فأجازوا ذلك. وقال رحمه الله بأن الصحابة كانوا فقراء، وكانت خفافهم، وهذا أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت خفافهم ممزقة وفيها الثقوب، ويسيرون المسافات الطويلة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستبدلوها أو يمنعهم من المسح عليها. فهذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، إذا كان ساتر للمغسول من الكعبين وأسفل الرجل، إذا كان هذا الشفاف ساتر لا ثقب فيه إنما هو شفاف، فعلى قول بعض الشافعية وقول ابن عثيمين أنه يجوز المسح عليه والله أعلم. نعم. في سؤاله الثاني شيخنا الكريم ربما له تماس مع قضية المسح في الوضوء، تقول: في بعض الأحيان قد تكون المرأة في مكان عام خصوصا خارج المملكة العربية السعودية فتضطر إلى مسح رأسها، وتقول: هل يجوز لي أن أمسح رأسي والخمار موجود أم لا بد من نزع الخمار ومسح الرأس؟ المسح، مسح المرأة على رأسها إذا كان عليه الخمار لبسته على طهارة فمسحت وهو ساتر لرأسها فيجوز ذلك. وأيضا لو وضعت الحنة على طهارة ثم مسحت على الحنة فيجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج وكان يمسح على رأسه عندما لبد رأسه في الحج. وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وذكره ابن تيمين رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، فيجوز المرأة أن تمسح. بعض أهل العلم اشترط شروطا في الخمار على الرأس، فنقول ما غطى الرأس الذي يمسح المفروض الذي يمسح فيكفي ذلك إذا كان لبسته أو غطته على طهارة فيجوز لها. وهذا الحكم سواء كانت في بلاد غربية أو بلاد مسلمة،
ديننا والله الحمد في كل مكان واحد. الحمد لله. صلى الله عليكم. بس أنا كنت أتطرق صلى عليكم الحمد لله يعني وجود قصدك الحاجة هناك تمس أكثر. إيه نعم تمس هذا والله الحمد لله هنا متوفر دورة مياه للنساء. الحمد. يا الله لك الحمد والمنة. نستأذنكم شيخنا باستكمال الاتصالات. معنا أبو محمد من السعودية. حياك الله يا أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتك قبل شوي وقت أصلي ولا حضرت السؤال عن العمرة يعني تكرار العمرة شهرين ثلاثة وأنا محلي بعيد كذلك أزود عليها الله يحفظ المدينة إذا رحت شهرين ثلاثة محلي حول 1000 كيلو يعني هي يجوز تكريرها على أجر ولا لا ولا تكفي عمرة واحدة؟ طيب يعني التكريم بعد شهرين الحين والله نحب الاكل المحلي والمدينه كذلك تحب روحه الله. طيب ابقى معنا يا ابو محمد ابقى معنا تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ. الشيخ احسن الله عليكم. الله يجزاك خير اخذك معي شوي سم. بعدين انتوا الحين انزل المواذين وتبداوا في السؤالات. اي نعم. لا لا نحن الحمد لله نصلي جماعة بإذن الله عز وجل. احنا متابعين فتاوي الله يجزاكم خير ودنا بأولها لكن الحين ما عاد يزل مثل وانتم تبدون. ابشر ابشر ان شاء الله الله يجزاك خير. نعم وهذا المنبر عالمي ودولي يصل ما شاء الله تبارك الله لمشارق الأرض ومغاربها وهناك دول كثيرة تتابع هذا البرنامج ليس مختص فقط بمدينة أو قطر دون آخر. شيخنا أبو محمد من السعودية يسأل ويقول باختصار أحسن الله إليكم أنه يأتي من مكان بعيد قرابة 1000 كيلومتر إلى المشاعر المقدسة فهل أفضل أن يكرر العمرة بعد شهر أو شهرين أم يكتفي أحسن الله إليكم بعمرة واحدة ويفصل بينها بمسافة زمنية طويلة؟ ما فهمت السؤال. شيخنا يقول أنه يأتي قرابة 1000 كيلومتر إلى مكة طيب. المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة فيقول هل الأفضل أن يكرر العمرة بين شهر أو شهرين أم يكتفي بأداء العمرة يعني ذكرت ذلك أنا في الجواب أولا على كلامه ولعله ذهب وانشغل بالصلاة تقبل الله منا فقلت بأن تكرار العمرة إذا سمح له النظام في تطبيق وزارة الحج فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابع بين الحج والعمرة وجاء العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا فضل عظيم. طيب شيخنا في شقه الآخر من السؤال يقول هل الأفضل أن أكرر العمرة كذلك بين شهر وشهرين أم إذا ذهبت مرة واحدة أكرر العمرة في الزيارة الواحدة للمشاعر المقدسة لمن المسافة 1000 كيلو؟ الأفضل أن يكررها في سفرات هذا الأفضل. سفرة واحدة إيه نعم. كل سفرة كل ما سافر يعتمر مرة واحدة هذا الأفضل إيه لا يكرر خروجا من الخلاف نعم. إيه نعم ويعود إلى أهله نعم. ثم بعد شهرين يذهب إلى المكة نعم. نعم. الله يجزاه خير شيخ الكريم. معنا محمد من المغرب حياك الله يا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. كيف حالك شيخ سعد؟ حياك الله أخي محمد كيف حالك؟ أنا ليس لدي سؤال إنما أردت سؤال أحيي الشيخ فقط. جزاك الله خير شكرا جزيلا لك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعود شيخنا الكريم لاستكمال اتصالات المستمعين. الأخت أم سعود تقول بالنسبة للأضحية عن المتوفى هل يكتفى بأن يضحى عن 7 مرات فقط مدة 7 أعوام ثم يتوقف أم تستمر هذه الأضحية علما بأن هذا تبرع منها ولم يوصي المتوفى من ماله بذلك؟ ما على المحسنين من سبيل البر في النفس والأموات بالأضحية يؤجر فيه الإنسان فإذا ضحى كل عام وأشرك أهله معه فله أجر في ذلك أشرك الأحياء والأموات فله أجر في ذلك وإن ضحى سنين ثم توقف بحسب ظروفه المادية فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والأضحية أرجح الأقوال بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة فالإنسان يفعل الذي في وسعه ولا شيء عليه. نعم شيخنا الكريم فتيحة أيضا لديها سؤال أخير تسأل عن حكم رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال. أما رمي الجمار في اليوم 11 فهي ترمى بعد الزوال وكذلك في اليوم 13 وأما اليوم 12 فأهل العلم اختلفوا فجماهير أهل العلم على أن الرمي بعد الزوال لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ثم يرمي واختار أبو حنيفة رحمه الله وعطاء وبعض العلماء أنه يرمى يوم النفرة
يوم 12 لأنه يوم النفرة يرمى قبل الزوال، واختاره بعض المعاصرين، ولكن الحديث يرده، وبعض أهل العلم أفتوا لأجل الزحام في الجمرات سابقا، أما الآن فوضع الجمرات ولله الحمد والمنة، جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وغفر الله لهم ولوالديهم وأنزل لهم المثوبة، فلا يوجد أي إشكال ولله الحمد والمنة، مع أن التنظيم حتى وقت الزحام قبل تغيير الجمرات في وضعها الحالي كان التنظيم من أعلى الدرجات ولله الحمد والمنة والضبط. شكر الله لكل من يعمل خدمة للمقيمين والمواطنين والسواح والزوار، ولمن يعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين يخدم بلادنا من المدنيين والعسكريين ومن كل من أتى وكل من يقدم، وعلى رأسهم ولاة أمرنا غفر الله الأموات حفظ الله الأحياء. اللهم أمين. فإذن المسألة في اليوم 12 هي خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال بأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر كان يتحين الزوال ثم يرمي، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كما جاء في صحيح مسلم أدى المناسك، كلما أدى منسكا قال لتأخذوا عني مناسككم، ومن أخذ قول عالم موثوق واتبع قوله فأرجو أن لا يكون عليه بأس. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم عبد الله تقول أنها في بعض الأحيان تنشغل عن، لكن أخذت صلاة أم أحمد ثم نعود إن شاء الله معنا أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي أختي. بس أبي أستفسر عن فيقول اللي يقرأ في القرآن بالليل مات آية كأنه من قانتين، هل يعني إذا قرأت قراءة عادية يعني في من غير صلاة، أو هل يقصد فيها في الصلاة؟ طيب أبشري. سؤال ثاني. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. شيخنا أم عبد الله من السعودية تسأل وتقول أنها في بعض الأحيان تنشغل عن قيام الليل، تقول إذا كنت ولله الحمد والمنة مستيقظة ونشيطة فإنها تصلي 11 ركعة، وفي بعض الأحيان تنشغل أو تنسى أو تنام فتقضيها بعد صلاة الفجر 12 ركعة، فما حكم فعلها؟ أحسن الله عليكم. فعلها هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض ونحوه قضاه في النهار، صلى في الضحى 12 ركعة، وهذه التي تصلى هي صلاة الليل قضاء، ولا يترك الإنسان صلاة الضحى بعدها. نعم. أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم أحمد من السعودية تسأل عن حديث لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية في ليلة كان من القانتين، بداية عن صحة هذا الحديث، وإن كان صحيحا فهل يكون هذا خارج الصلاة أم لا بد أن تكون قراءة 100 آية في صلاة الليل؟ الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأرجو أن من كان في صلاة أو خارج الصلاة أنهم يحصلون الأجر إذا قرأوا في الليل، وصلاة الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، فكل هذا الوقت متسع، وأفضل صلاة الليل أفضل وقت الثلث الآخر من الليل، فالذي يصلي في الأول الليل له الأجر، ومن صلى في وسط ومن صلى في آخره كل بحسب ما لديه، ومن صلى يؤجر وقرأ، ومن قرأ خارج الصلاة يؤجر، والله أعلم. لكن إذا قرأ خارج الصلاة يكون من القانتين إن شاء الله؟ نعم، قلت ومن قرأ خارج الصلاة يؤجر إن شاء الله. وهل شيخنا الكريم أجزاء معينة من القرآن أم الأمر يعني متاح في كل يقرأ أجزاء؟ ما شاء يقرأ ما شاء. نعم. الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفضل للمسلم يكون مرة في اليوم أو كل ما قرأ يحصل بإذن الله عز وجل أجر ثلث القرآن؟ الحديث ليس له تقييد، فيقرأ في أي وقت ويحصل الثواب في ذلك. شيخنا نحن إن شاء الله مقبلون على هذه الفريضة العظيمة وهي أداء مناسك الحج، البعض هدانا الله وإياه يحج بدون تصريح أو يحاول أن يحج بدون تصريح، فهل من هناك توجيه؟ صلى الله عليكم. أولا التصاريح لماذا وضعت؟ هل هي وضعت للتضييق على الناس؟ لا والله، وضعت لضبط الناس وتنظيم الناس وراحة الناس، فإذا هذا أمر عظيم ما نملك إلا أن ندعو لولاة أمرنا.
ثانيا المسلم يجب أن يشعر بالمسلمين، انطبق عليك النظام تأخذ تصريح، لم ينطبق عليك الحمد لله. ما الذي يجبرك أن تخالف وتأثم لأجل وتكذب لأجل أن تؤدي فريضة؟ هذا لا يجوز. وكما ذكرت سابقا أن الإجماع الذي ذكره النووي وغيره بوجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف، وهذا من أعظم المعروف. متى نتعاون إذا لم نتعاون مع ولاة أمرنا في هذا المعروف العظيم وهو الحج؟ أنت تؤجر إذا ابتعدت واحتسبت الأجر وخففت الزحام على الناس. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع في الطاعة، عليك السمع والطاعة في المنشط والمكر وفي عسرك ويسرك وفي أثرة عليك. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: ليست المسألة ما أحببت ورضيت أخذته وقبلته، وما لم تحب ولم يعجبك تركته وخالفته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك بل وأثرة عليك. فننتبه لهذه المسألة فنقول لا يجوز لأحد أن يحج بدون تصريح وهو آثم وعليه ذنب عظيم، وأيضا النظام مغلظ عليه وتطبق عليه العقوبة النظامية، وذلك لمصلحته أولا ثم مصلحة الحجيج. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم على هذا البيان المبارك والمسدد، والذي يتسق كذلك مع هذا البيان من هيئة كبار العلماء في أن من يحج بدون تصريح فهو آثم. نسندكم شيخنا الكريم بهذا الاتصال مع أختنا أم محمد من السعودية. حياك الله يا أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أن الوالد لما ولدت ما ذبح عقيقة، هل عليه شيء؟ هو كان فقيرا، بعدها أصبحت أموره تمام يستطيع، لكن إلى يومك هذا أنا يعني خلاص عمري الآن 40 سنة ولم يذبح عقيقة، هل عليه شيء؟ لكن أقصد وقت ولادتك كان فقيرا. نعم كان معسر. نعم إيه كان معسر. طيب شكرا جزيلا. سؤال ثاني محمد، إذا ممكن الحمل لما يكون هناك حمل ولم يتم، يعني حتى لم ينفخ فيه الروح في الشهرين الأولى، هل يلزم أني أسمي هذا الحمل؟ تسميه. طيب يكون له اسم؟ طيب نعم. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. لحظة سقط يعني ولا كيف؟ إيه سقط. نعم شيخنا صلى الله عليكم، تقول أم محمد أن والدها كان معسرا فقيرا حين ولادتها ولم يعق عنها عقيقة، الآن عمرها 40 عاما ولله الحمد منها أغنى الله عز وجل والدها، فتقول ماذا علينا والحال كذلك؟ لا شيء عليها، وإن عقت أو عق والدها الآن فالحمد لله. نعم. ولا شيء عليها في ذلك والأمر واسع، فلو تعق عن نفسه فهذا حسن. ما تكون شيخنا الكريم سنة فات وقتها؟ والله هذا قول لبعض أهل العلم. الله يستر. في سؤال الثاني تقول بالنسبة الحديث مطلق. فالذين قالوا بأنه حتى لو كبر يعق، واستدلوا بإبراهيم عليه السلام بأنه ختن نفسه لما كبر عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. وأيضا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فالذين قالوا بأنه فات محله يقولون الغلام وهو في سن محدد، ولكن الحديث ليس له تقييد، فنقول والله أعلم لو عقت عن نفسها لا بأس. نعم الله يسعدكم شيخ الكريم. في السؤال الثاني تقول السقط إذا كان عمره شهرين هل يسمى أحسن الله إليكم؟ أهل العلم قالوا في خلافهم في القول الأول بأنه نعمة فات محلها فلا يسمى ولا يعق عنه، والقول الثاني قالوا يسمى ويعق عنه، فالأمر واسع في هذا ولا إشكال فيه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلم. وإياكم شيخ الرزاق، وشكر الله للإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدين ولجميع الفريق فريق البرنامج، جزاكم الله خير. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر الباحث في الفقه المقارن الذي تولى مشكورا
مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونجعلنا وإياكم ممن يقبل على الطاعات وممن يحرص كثيرا على مجالس العلم، سواء كانت مجالس في المساجد أو حتى فضائية ومن خلال وسائط التقنية. فبإذن الله عز وجل تحفكم الرحمات من الله عز وجل، ويأجركم الله أجرا عظيما منه سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في هذه الدنيا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كما نلفت مستمعينا الكرام إلى كل من نوى أداء مناسك الحج في هذا العام أن يحرص كثيرا على تلقي العلوم الشرعية والمعرفة كذلك الحج، كما ورد في ذلك عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة النبوية العظيمة حينما قال: خذوا عني مناسككم، ترددت أصداؤها في جبال مكة المكرمة، حتى يكون إن شاء الله الحج خالصا لوجه الله عز وجل موافقا لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.